ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. ولذلك ذكر البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره. ومن ثم فإن الذم الذي وقع على من أتى من هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الصحابة رضي الله عنهم هم من يعنى فقط بالحروف دون ما يكون في قلبه من الإيمان الذي به ينتفع بهذا القرآن. ولذلك ذكر عبد الرزاق في مصنفه وذكر ذلك غيره عن الحسن رحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه صبيان وعبيد لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم قال: والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله، وما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد. قال: والله ما هؤلاء بالقراء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورعة. ثم استفهم قال: ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ ثم قال: لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء.